هنا، مصيرنا هالمكان هذا. تسامحوا وصفوا أنفوس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الأعزاء. وزي ما شفنا كده بالفيديو، دي وصية محمد الشمري للناس، إن ده مصيرنا والمفروض إننا كلنا نتسامح. طبعا موقف صعب جدا، محدش عارف هيروح إمتى، ولا حد عارف ميعاده إمتى. ربنا يطلعنا منها على خير، والمفروض إن إحنا نتعظ من كل المواعظ اللي بتجيلنا دي. ربنا يثبتنا على الحق المبين ويرزقنا حسن الخاتمة، ويرحم محمد الشمري وأطفاله، ويشفي زوجته اللهم أمين، ويشفي بنته، ويشفي زوجة يوسف العنزي. لمثل هذا اليوم فأعده، لمثل هذا اليوم فأعده، كل من عليها فان وكلنا راحلون، وكلنا على موعد مع اللقاء، كلنا في ذمة الله إلى أن يأذن الأجل. اللهم أخرجنا منها وأنت راض عنا. اللهم ارحم محمد الشمري وأطفاله، اللهم أمين يا رب.